جولة على المشهد الاقتصادي مع زميل خالد أبو شقرة. أهلا بكم. في الاستعراض السنوي للاحتياجات الإنسانية المتوقعة في لبنان للعام 2024 قدرت وكالات الأمم المتحدة الدولية حاجة لبنان إلى 2,700,000,000 دولار لتغطية الاحتياجات المتوقعة. في المقابل ما زالت المبالغ المرصودة أقل بكثير، وهي لم تتجاوز 250,000,000 دولار في الربع الأول من العام الحالي بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. بلغت حصة السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كلي أو جزئي المباعة في نيسان الماضي 10 سيارات فقط، وذلك من أصل 596 سيارة جديدة مباعة وبنسبة لا تتجاوز 1.7%. دفع النقص الحاد بالكهرباء وارتفاع كلفتها باللبنانيين إلى الاعتماد على أنفسهم بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فاستطاعوا كسر رقم قياسي جديد من حيث الوقت والقيمة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الفردية، بحيث وصلت قيمة مستوردات مستلزمات هاي الطاقة خلال العامين 2022 و23 إلى 975,000,000 دولار، من بيناتهم 535 بس استيراد ألواح للطاقة الشمسية. وإذا بنحسب ما تم استيراده خلال 6 سنوات الماضية بنشوف أنه وصل المبلغ إلى 1,300,000,000 دولار. هذا بيعني بالحد الأدنى صارت الطاقة الشمسية الراكبة والمجهزة تصل إلى 1,500 ميجاوات، هذا اللي بيعطي قدرة فعلية كأننا عندنا معمل كهرباء بقيمة 500 ميجاوات. إذا استمرت هذه القصة وأنشأنا معامل تعمل على الطاقة المائية، أن تكون 70% من حاجاته للكهرباء مؤمنة من المياه ومن الشمس. حققت معادن الذهب والفضة والنحاس العائد الأكبر على الاستثمار منذ مطلع العام الحالي، وكانت الحصة الأكبر من نصيب النحاس الذي حقق عائدا بنسبة 30% وبقيمة 4 دولار للكيلوغرام الواحد. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.